طب الله اوقاتكم. طيب هما بيجوا كده في ايام ويقفلوا الشوارع الرئيسيه ويعملوا زي بازارات كده، اللي عنده اللي عايز يبيع اي حاجه ويأجروا الاماكن دي باسعار قليله للناس اللي عندها بيزنس، زي انه عايز يبيع لوحات او عايز يبيع اكل بطرق معينه. في ناس هناك بيدربوا الناس كاراتيه ولا تايكوندو بفلوس، عندهم يوم استمارات. يكون يوم جميل على فكرة، بس المشكلة ان الدنيا حر واحنا في اخر ايام رمضان، ففرهدة جامدة جدا يعني. المهم ان المعارض دي بيكون فيها حاجات كويسة باسعار كويسة جدا، وبتكون فرصة للمحلات اللي جنبين اللي هي تشتغل قوي، لان الناس كلها بتنزل تتمشى في يوم زي ده. بس النفس الواحد مبقاش ليه نفس. ماشي، في مسابقات بقى وناس بتعمل بتجيب العاب كور سله ومش عارف ايه. المهم يعني ان هو المفروض ان هو بيكون يوم كويس. ماشي، يا ريت كل يعمل سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب فارس مانهاتن، عشان يوصل لكم كل جديد وغريب وظريف ولطيف وفي اليوم.